وانا تناكل وتنشرب معاك وتندخل وتنخرج وما قول عرفكش بقى. انا شنو كتخطط ليا في دماغك. يعني هذا راه خطير جدا، سمعتي؟ انا خطير اختي عليا على حياتي، ما غنديرش ليه التنازل واخا واش تنقص غنقول لك السفر. اختي؟ الله يدير لك شي تاويد الخير، الله يسهل حيت عليك انا والله اللي درت يفرج ليه عليك. التنازل، انا اللي غادي تجي فيا. انا صح قلت في الاول هادشي كله اللي دابا وقع ليا، راه بقيت عارف كنشوف الاولاد بحال كما كتقولي دابا، بصح، الاولاد 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 الاولاد، لقيت راسي انا غنضيع حياتي والولاد 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 غادي غيبقاو متشردين في يتشردوا. كل حالتين، لقيت ما راسي هما انا فقط غادي وليداتك. غادي غادي الولاد بصح. ديك الساعه وليت قلت لا بلاتي، علاش؟ اللهم جلست ولادي معايا، قلت لهم دابا شفتوه وزيد وعمر كانوا صغار، دابا فهموا بزاف ديال الحوايج، الله يخليهم دابا لك. اللي عرفوه فهموا. حنا بخير، تفاهمت انا وياهم، شكرا، الله يسهل عليك، تفاهمت انا وياهم، هضرنا بخير وعلى خير. يعني ديك التنازل ديالهم ما غنديرهاش ليه، حبسوا ما عندي، ما غنستافد منه. انا حاجه وحيده اللي غنستافد من هذا الحبس وهي غادي ناخذ براتي، هذا هو استفاده، وغادي يركزوا ولادي في قرايتهم. بين ما شدوا الحمد لله كل ما شدوا النتائج نجحوا، والدي الكبير جايب 12 فاصله ما شحال، اللي كيقرا في التاسعه، والدي الصغير جايب 7، والدي ما شاء الاخر الله جايب 9، الحمد لله. الله غادي في يخليهم قرايتهم لك، بخير، الله غيقراو يخليهم لك. يشدوا النتائج ديالهم نحولهم. وغادي نضطر دابا التحويله غادي ندير لهم انا 10، ونمشي نرجعها لفاس ونرجعها للرشيديه حتى البلاصه فين غنستقر، غندور فيها بزاف ديال المدن بداك الانتقال، ماشي بالولاد غير بانتقال، والله فهمتيني؟ يسهل عليك، الله يفتح لك باب الخير اختي. حيت علاش؟ حيت شوفي باش تعرفي، هو السيد خطير جدا. اش قال لي؟ قال لي عندك يسحبك زعما راه غادي تهربي مني، انا راه غير بانتقال ديال ولادك نجبدك فين ما كنتي، ونخليه يتسارى المغرب. انا حتى انا انتقال غنساري بها المغرب، وغنستقر في واحد البلاصه، وغنخليه يتسارى ديك البلدان كامل. الله يسهل عليك، انا ما نقول لك امين انا، حبيبي والله ديالي، يفرج عليك فرجات الخير، والله يبعد امين شره عليك، امين يا رب والله ما العالمين، نقول لك امين يا اختي، رب العالمين، الله امين. يحن عليك. وسمحي لي بزاف، انا ما كان حتى شي مشكل ولكن حبيبي ديالي، ادبي الحمد لله. وما تبقيش معاه، ما يجيوش يغبوك، انا تنقول لك ما لا يجي لا لا يغبك لا حتى لا لا حد. لا 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 هذا صافي، ده ما بقاش العيشه بعدا معاه هما اصلا، زوقوني، جات اختي وتتقول لي لا والو، ما تسمعي حتى حد، ما سيري تثقي في حد. سيري شوفي بعدا، هو كتشوفني انا ما عنديش، انا اختي اللي جات خدات لي الدواء ملي تضربت وداك الشيء، جات لحقت عليا السبيطار، خدات لي الدواء وجات وتتقول لي ها انت، تتقول لي شوفي سيري عنده ودي لي شي حاجه ديال الفلوس، مسكين كره ميت بجي، ماشي قالت لي مسكينه مضروبه ولا شوفي، قالت لي ديري مسكين راه ما عنده ما ياكل تما في ولا الحبس. ديري انتيا اللي اختو، انا عصباتني، انا قلت لها شوفي غادي تسكتي اختي ولا سيري في حالك. انا ديك ماشي انا فمي كان منفوخ ما قداش تندوي، ما في ما يلا يهضر، اللي ما الله يسامى تغسوش كسنانك بزاف ديال الحوايج ولا وجهك، وراس ما ينفوك هانتي هانتي شو طايبه. ما يمكنش ندير لي التنازل، انا خاصني ندير لي التنازل، خاصني نبقى في الدار ما نخرج ما نضرش. لا اختي تابعيه، اخليه هذا هو المشكل. وراه صوفيا غتكلف ان شاء الله، تصيفط لكم النمره ديالها وتعاونوا معاها باش ما سخاكم جلها، حنا ماشي واللي ما عندوش الاستطاعه ما يصيفط والو، اللي السلام ما عليكم. يقدرش يصيفط، اللي ما يقدرش يصيفط ما عندوش الاستطاعه باش يصيفط، وصيفط راه كيبقى الطريق عليه، حنا ما كنبزوش. اختي فاتحه كديره لاباس عليك، مبروكه واشرك. انا اختي اللي طلب لي نطلب منك، هاد السيد كيما بغا يكون خايب ولا زوين، ربات وليداتك، انا كنعاود لك كبنيه ماشي كام، كنعاود لك انا كأنا اللي با هذاك، الا ديتيها اختي للحبس راه تتبقى بين عينين ولادو. عا باش ابيجي عبد الله ابيجي، هذا اللي انت اللي كتقول ان الراجل اعطى، تجي انت تضمني لي اختي مسؤوله؟ لا انا بغيت ان شاء الله بغيتو يتهدن وتكون لي عقل. لا ما يتهدنش اختي، حيت هادشي ماشي جديد، حنا راه كنشوفو المكافحات ديالك، وكنشوفو عطيتي وجهك للسوشيال ميديا، وبنادم ما خلاه دار الخايبه والزينه على وليداتو، راه كنشوفو كلشي على عينينا، ماشي حنا. تقاتلتي جففتي عريتي وجهك عريتي صحتك في التيك توك باش تبقاي جامعه وليداتك، عرفنا كلشي وعرفناك مراه مكافحه، الله يعاونك على ولادك. تنطلب الله التزامات ولا خمسه اختي ما كيحشمش، راه دابا المشكل ايوا اربعه التزامات اخويا، وهاد السيده تتسمح لي ديما اللهم ماشي غير واحد ماشي الخاطر عاوتاني مسكينه، اربعه التزامات دارت بوجه الاولاد وتشابه ما كاين، دابا مسكينه نوره راه باغي كتدخل بها. شوف شوف تريطاس ديال الدار وانت دير لها الاخوان، سمعني واحد الثانيه، كتدخل لي بخيط ابيض
راه كتسمى. انا كندخل معاها في الموضوع هي القرار هي عارفه الاخر والاول ديالها. متفق معاك انا متفق معاك اختي الله يجازيك بخير انا متفق معاك ولكن ما كيعرفش داكشي اللي واقع بين المراه والراجل هي ادرى. قول لها اختي الله يفك وحايلك ها اختي الله يفك وحايلك فهمتي يعني تجي تقولي شي حاجه هادشي اللي كاين تقدري تدخلي في شي تدخل مزيان تهضري مع الناس توصلي شي فكره تعاون معاها باش هادي كتسمى حياه شخصيه ديالها كتطيح وكتنوض على وليداتها. هذاك قرار شخصي ديالها بوحدها بغات تطلق بغات تصيفطو للحبس اللي بغات دير هذاك الشيء حيت هي اللي كتعيش لا سيتواسيون هي اللي كتعيش حنا ما كنعيشوش حنا كنسمعو كنتفرجو هي اللي عايش لا سيتواسيون هي اللي دابا دابا شوف شحال واحد طالع سمع دابا شحال واحد طالع تعاونوا معاه راه خصها المحامي خصها الطريطه ما بنادم يبقى يطلع يقول لك تصالح كاين المعدبه المحاميين والسوشيال ورك كدخلوا بزاف واش فهمتوا انت ما عارفه شنو واقع ليها اختي والله ما عارفه ما بغيتلوش الحبس انا راجل اختي هذيك الاكسبيريونس الله يعاونك فيها السيده راه عندها ثلاثه الوليدات وعندها الدار وعندها بزاف ديال المطار وانت تقول لها تسح... سمحي له طيب. نبيل نبيل كاين واحد النقط كيشتركوهم شوف نبيل كاين واحد النقاط كيتشاركوهم العيالات فهمتي عندهم احاسيس تقريبا بحال غير لا سيتياسيون ما كتشابهش يعني كاين اللي عندها معاه وليد كاين اللي ما عندهاش الاولاد كله سيتياسيون ديالها غير هو انا الرساله اللي غنوصل لهاد النساء اللي كاينين هنا الله يجازيكم بخير حاولوا ما تلفظوش بديك الالفاظ اللي كتقولوا ليها لا خصك ديري ديفورس كذا. الحاجه الثانيه اللي بغيت نقول لكم يعني انتيا المشوار اللي مشيتي فيه ما كانش كيضربك راه ماشي المره الاولى ماشي المره الثانيه ماشي المره الثالثه والقرار ديالها كيرجع ليها هي الراسه ما كيرجعش لينا حنا لحقاش حنا ماشي حنا اللي عايشين معها وهذا ماشي الموضوع ديالنا. الموضوع ديالنا هو اننا نتعاونوا مع هذه السيده اللي عندها طريطه ديال الدار قلص الاولى وطاحت في الثانيه يعني اللي قادر يتعاون معها يدخل عندها الخاص ولا يكتب اوكي ويدخل عند صفيناز يدير لها ابوني وغتعاود ترد ليه هي الابوني باش تصيفط ليه النمره. الله يجازيكم بخير واللي غيطلع غيبغي يعطي شي نصيحه يطلع مرحبا واللي غيبغي يقول شي كلمه زوينه تبقى غاديه في يعني نقتدوا بها حنا مرحبا كان غيطلع يقول شي حاجه كاملين بقات فينا هاد السيده فهمتي حنا كاملين بقات فينا هاد السيده وحنا بغينا نتعاون. والله العلي العظيم البارح كندخل وكنت في الخدمه ومازال سهران انا معاك غنصيفط لك الامانه غنصيفطها لك هادي صافي خرجت ديال نبيل. الله يسهل عليك اخويا نبيل شكرا نبيل شوف شي نبيل راه قولا وفعلا الله يسر امك الله يديك فنجه ويجيبك فنجه يا رب العالمين الله يسهل.